وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي تشيز كيك من ابيزا او الفلاو. ومقادير التشيز كيك بالنسبه للقاعده هتكون 3 معالق كبيره زيت زيتون، 3 معالق كبيره زبده، 6 معالق كبيره ينسون اللي هو شاي ينسون، يعني شراب ينسون، 1 معلقه كبيره حبوب ينسون محمصه، 1 كوب دقيق، و1 معلقه كبيره سكر، ورشه ملح. بالنسبه للحشو هيكون عندنا 7 ورقات نعناع طازه هنقطعهم رفيع، 1 معلقه كبيره بشر ليمون، 1 كوب سكر، 2 كوب كريم تشيز، 4 بيضات، وعصير ليمونه. وللتزيين هيكون عندنا ورق نعناع وسكر بودره. نبتدي بالقاعده. هنحط الدقيق والزبده الملح الينسون المحمص والسكر، وهنخلطهم مع بعض. وأول الزبدة ما تبتدي تتوزع في الدقيق هبتدي أحط الزيت. واليانسون ونخلطهم مع بعض. العجينة ما تتجمع هنطلعها وهنحطها في قاع صينية التشيز كيك ونوزعها كويس. هي هتكون عجينة طرية زي ما احنا شايفين بالشكل ده، ونبتدي نوزعها في قاع التشيز كيك، في قاع صينية التشيز كيك. هي طبعا هتبقى طبقة رفيعة زي ما احنا متعودين، التشيز كيك طبقة القاعدة بتاعتها ما تبقاش عريضة. ده هيكون شكلها، وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180 وهتقعد في الفرن حوالي 10 دقايق، ولما هتطلع من الفرن هيكون ده شكلها. وبكده تكون جاهزة ان احنا نحط عليها التشيز كيك. هخلي دي على جنب ونبتدي نعمل الحشو دلوقتي. هنحط الكريم تشيز والسكر والبيض وبشر الليمون والنعناع وكمان عصير الليمون، وهنخلطهم كلهم مع بعض. وبكده يبقى هو ده حشو التشيز كيك، سهل خالص. نقلب علشان نتأكد ان مفيش اي كريم تشيز لازق في قعر البول، ما تقلبش كويس مع بقية المقادير، ونرجع نخلط تاني قبل ما نحط الحشو في الصينية. كده حشو التشيز كيك جاهز،
هنفرده ونسوي وشه. بعد كده هندخلها فرن على درجة حرارة 140 أو 100، ممكن أقل كمان، 130، لمدة حوالي 40 دقيقة. ولازم طبعا نحط التشيز كيك مع حمام مائي، وده اللي هنعمله دلوقتي. أحط دي وده بيبقى شكل التشيز كيك بعد ما بتطلع من الفرن. زي ما احنا شايفين بيبقى ده شكلها، وفضل ان احنا نزوقها، نحط لها شوية سكر بودرة.